السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون قطر نطل عليكم في يوم الخميس نطل عليكم بالعديد من الفقرات المميزة برفقة ضيوف مميزين كل ضيف في مجالة يثرينا ويفيدنا وينقل لنا خبرتها في شتى المجالات المنوعة اليوم حلقتنا بتكون مليئة بالصحة والراحة النفسية والصحة النفسية أكيد ومع هذا الصباح المميز أخص بالتصبيح على زميلتي حنين صباح الخير حنين صباح النور والسرور أختي كندا ونصبح للسادة المشاهدين وما كانوا يتابعونا يمكن أنت أعطيتي ملخص سريع يا كندا على حلقتنا لهذا اليوم فعلا راح تكون عباره عن اهتمام بالصحه النفسيه والجسديه، ممارسه الرياضه، مجموعه مختلفه من النصائح اللي راح نقدمها اكيد لانفسنا وللساده المشاهدين، من ضمن الاشياء حتى اللي تاثر على النفسيه المسامحه، أكيد. المسامحه هي امر نقدر نقول يهديه الانسان لنفسه في المقام الاول، فعندما يسامح فانه يتخلى عن مشاعر المراره والاستياء والرغبه في الانتقام والمسامحه نقدر نقول امر حيوي لصحتنا العقليه ورفاهيتنا النفسيه نفس ما قلنا، فاستمرار الشعور بالغضب والكراهيه يعتبر من المشاعر المنهكه واللي تثقل الجسد والافكار، فحين لا يستطيع الانسان طبعا تحرير نفسه من هذه المشاعر ويتخلى عنها فانها تظل حبيسه بداخله ويمكنها ان تسبب امراض جسديه، فالشخص اللي يستطيع ان يسامح الاخرين هو الشخص اللي يعرف شلون يسيطر على مشاعره واكيد استعاده احساسه بذاته ورسم اكيد الابتسامه على وجوه من يتعامل معهم هناك نقدر نقول من يتجهون إلى الاجتهاد في السماح والعفو عن الآخرين حتى تجتمع القلوب وتتم المودة وحتى أكيد يحصل التعاون على الخير فحلو أن احنا نكون الأشخاص المبادرين والأشخاص اللي نسعى إلى المسامحة والأشخاص اللي نسعى إلى الصلح أحيانا حتى صحيح. مو شرط بين الشخص ونفسه حتى إذا شفنا مثلا أشخاص على خلاف أو على سوء تفاهم حلنا الواحد يخلي صفاء القلوب صحيح. ويجمعهم مع بعض مرة أخرى يكون بادرة خير غير الأجر اللي راح تحصلين عليه اكيد اليوم حنين لما نتكلم عن اهميه الصحه النفسيه فمشاهدينا لازم نعي تماما ان صحتكم النفسيه تنعكس على صحه اجسادكم اكيد هي رفاهيه يتمتع بها الانسان اليوم ما نقدر نهمل هذا الجانب من حياتنا خصوصا لو نتكلم عن صحتك النفسيه، اليوم لما تكون تحس بتعب او كحه بتزور الطبيب على طول ولكن مرات نهمل الجانب النفسي بسبب خلينا نقول ممكن حنين البعض يحس انه وصمه عار ان انا اروح الطبيب النفسي اصلا انا قاعده افكر الحين انت تتكلمين اليوم الحلقه على جو كندا لان طب وصيدله أيوة. راح نتحدث اكيد مع دكاتره ومختصين فعلا الانسان على فكره الصيدله أيوة. انا كان حتى حط في بالي سؤال راح نساله في شي. كثير من الاشخاص كندا مو أنه يتجاهلون نفسهم يلجؤون إلى الصيدلاني إحنا ما نقلل من قيمة الصيدلاني لأن أكيد لها خبرته وأكيد سنوات من الدراسة والخبرة ولكن لكل شخص تخصصه نعم. فيعني يجون يقولون للصيدلاني والله أنا فيني الكحة والله أنا فيني الإسكام طيب أكيد الصيدلاني بيساعد بيساهم بيحاول ولكن يفضل انت صيدلانيه صحيه وهم يجونك ولا يروحون للدكتور؟ <applause> شوفي حنين دائما نقول ان الصيدلاني هو حلقه الوصل الاخيره مع المريض، هو بعد ما يزور الطبيب ويحصل على خلينا نقول المعاينه الكافيه وخلينا نقول نحل المشكله من جذورها، اليوم احنا ما نحل بس الاعراض بان نصرف الدواء، اليوم احنا نعرف شنو مشكلتك الاساسيه ونعطيك العلاج على اساسها، لذلك ناكد على اهميه زياره الطبيب وما نقل أكيد من زياره الصياد ايضا أهما ممكن يكون عندهم حلول سريعه تفي بالغرض ولكن اذا استمرت الاعراض حنين حق مده طويله هني احنا لازم <applause> نزور الطبيب ونحظى بالخصايص طلعت اللي <applause> في اول هل... شيء الله يوفقك ان شاء الله سواء في الصيدله الصي... او حتى مثلا في مجال الاعلام اكيد, أكيد. أكيد. نرجع ونقول الاهتمام بالصحه امر ضروري امر مهم لانه لا تستهينون حتى في الاعراض البسيطه صحيح فالواحد ما تدرون على مدى بعيد شنو ممكن يصير فالواحد لازم اكيد يستشير الدكاتره يستشير المختصين يتابع حالته اول باول لان هذا الشيء النفسي او حتى كان العرض في نوع من الامراض راح ياثر جسديا على مدى البعيد يمكن تكون الام بسيطه اليوم ولكن على مدى بعيد بتكون الام تتزايد فالواحد لا يهمل نفسه صح. لا يهمل صحته الجسديه ولا صحته النفسيه ولا يستهين في الموضوع حتى على الجانب النفسي احيانا بدايه الاكتئاب او بدايه الاعراض هذه على فكره مش فقط تصيب الكبار وانما حتى, حتى الصغار الاطفال نعم الصغار نعم فان شاء الله اكيد في حلقتنا لهذا اليوم راح تكون حلقه مختلفه متنوعه مميزه يتم تسليط فيها الضوء على الجانب الرياضي كذلك ودور الرياضه ايضا في تقليل من الامراض والاهتمام بالصحه النفسيه حتى قلت الرياضه البعض لازم نحط في بالنا انت لما تلعب رياضه ايضا قاعد تحافظ على سلامه عقلك فبالرياضه انت قاعد تخلي الدوره الدمويه كلها تطلع حق الدماغ، فبالتالي ذاكرتنا تصير افضل وحتى حياتنا وجودتها تصير افضل واحسن، ولكن دائما نذكر حنين عدم المبالغه والتوازن في جميع جوانب حياتنا، اليوم حتى لو كنت تحس بتعب اكيد ممكن مجرد لان انت تشتغل كل الاسبوع مثلا او انت كنت قاعد تلعب تمارين رياضيه، فاحنا دائما نحاول نفهم على اجسادنا بالطريقه الصحيحه ونسمع حق اي شيء او اي الم نحس فيه بدون مبالغه اكيد حنين اليوم الحديث يطول عن جانب الصحه العقليه الرياضيه وحتى اليوم راح نتكلم عن الناحيه التجميليه وصحه البشر اكيد اذا مواضيع متنوعه مختلفه تهم كل من يتابعنا اكيد مشاهدين الحين مثل ما نعرف النشاطات الصيفيه منتشره بشكل كبير في دوله قطر واكثر المؤسسات تهتم بتوفير مثل هذه الأنشطة بنطلع معاكم تقرير بعنوان مخيمنا تنظمه مؤسسة قطر فيك الأكاديمية العوسج بنشوف معاكم هذه التفاصيل الجميلة ونرجع لكم من جديد نحن نتكلم عن هذه القيمة قيمة مهمة وهي قيمة التراحم كونها قيمة نعززها في نفوس الأطفال خاصة التعاطف مع أطفالنا في غزة هل غزة اليوم يشاركون برنامج مهندس الحياة ويتعايشون معهم ويتعاطفون معهم تعزيزا لهذه القيمة المهمة وهي قيمة التراحم بيننا وبين هؤلاء الأطفال وبيننا وبين أهل غزة صراحة اليوم يعني كان في مبادرة جدا طيبة من برنامج مهندس الحياة التربوي تعددت المهارات اللي درسونا إياها في البرنامج بين الخزف والرماية والسباحة صراحة يعني هذا البرنامج جدا مفيد المخيم هذا من أفضل من أفضل الألعاب اللي لعبتها في قطر في وكانت كثير مفضلة هذا المخيم من أفضل المخيمات في قطر فبذكرهم وبذكر الشيخ تميم وبذكر على انها ساعدتني هدف تعزيز قيم التعلم والرحمه وتعزيز موضوع فلسطين لذلك اليوم الفعاليه هي عن عن هذه القيمه قيمه فلسطين وانها قيمه اساسيه نوصلها الى اطفالنا وطلابنا من خلال هذه الانشطه التربويه والصيفيه والتعليميه الى متابعتنا حياكم الله اكيد مستمرين معاكم يمكن هذه بدايه اللقطات وبدايه الفقرات وعندنا مجموعه من التقارير العديده والكثيره نشاطات صيفيه ونشاطات تحرص الدوله انها تقدمها بشكل دائم وبشكل مستمر اهتمام جدا كبير بابنائنا وبناتنا بجميع الفئات العمريه والحرص على انه يكون احنا عندنا قاده في المستقبل مبدعين متخصصين في مجالات عديده وكثيره واكيد من خلال حلقتنا لهذا اليوم نبلش دائما الاسره لها دور كبير في الاهتمام والرعايه، القطاع التعليمي والمدارس، بالاضافه الى اكيد الشخص نفسه واهتمامه بصحته النفسيه وبصحته الجسديه، يمكن قبل ما نطلع ونشوف التقرير كنت ذكرتي انت ملخص عن الحلقه لهذا اليوم، وذكرتي كذلك الجانب التجميلي والاهتمام أكيد. بالجانب التجميلي، راح ناخذكم شوي شوي نبلش في البشره والعنايه بالبشره والاهتمام بالبشره بفصل الصيف، من بعدها راح نروح اكيد الى الجانب النفسي والى الجانب الرياضي وكلهم مرتبطين اكيد في بعض للحصول اكيد على نتيجه تكون ممتازه. خلينا نتكلم عن البشره يمكن يلجا العديد من الاشخاص الى مثلا زياره مجموعه من المختصين واستخدام منتجات مثلا تعرض في الاسواق دون احيانا بعض الاوقات استشاره طبيه الامر اللي يؤدي في بعض الحالات مثلا الى عواقب وخيمة تحتاج إلى تدخلات تكون جدا كبيرة دائما يفضل أن نروح إلى أهل الاختصاص وطبعا حتى بما نحن في عصر التكنولوجيا فإن العروض اللي إحنا قاعد نشوفها وسهولة الوصول أيضا للمنتجات والتشجيع على استهلاك بعض الكريمات وبعض مستحضرات التجميل دون التأكد من مصدرها مكوناتها أو حتى وجود مثلا كثير من المؤثرين اللي ينصحون بمجموعة من المنتجات وبعض الأحيان فقط نجرب من غير ما نرجع ونتأكد ونشوف شنو اللي إحنا يناسب في الاساس فرح نتحدث عن هذا الموضوع يسعدنا تكون معنا الدكتوره خوله حجة اخصائيه امراض جلديه وتجميل حياك الله معنا دكتوره خوله أهلا يعني فيكو. يمكن من المواضيع المهمه خاصه إن احنا الحين قاعد نشوف في كثير من الفئات العمريه ما راح نقول مثلا مرحله المراهقه او المراحل الكبيره الكل يسعى انه يحصل على نتيجه مثاليه خاصه مع وجود التكنولوجيا والمقومات اللي احنا قاعد نشوفها والنماذج الكثيره على منصات التواصل الاجتماعي فالواحد صار يشوف يعني يمكن حتى الواحد يشتري كميات تتراكم هذه الكميات صحيح. ما يتم استخدامها ما يتم استهلاكها حتى لمجرد ان انا والله شفت مدح فلانه صح. غير طبعا الصوره النهائيه اللي احنا نشوفها من قبل المشاهير بعد فلتره بعد وجود مجموعه من العوامل للحصول على هذه النتائج النهائيه مع بعض الحالات التدخل الجراحي والتدخل التجميلي ولكن يفتقد البعض قد يكون الى المصداقيه. فيمكن أن تكلمت بشكل كبير عن قضيه مهمه لان احنا قاعدين نوجه رساله على الواحد شلون يهتم بنفسه ويختار اللي يناسبه لان انت ما قاعده تتكلمين فقط على تجميل، انت قاعده تتكلمين حتى على خسائر ماديه وتقديس لكميات من العلاجات دون الحصول على فائده او حتى يكون استخدام. لو نتكلم بدايه ادوات التجميل. شلون انا اختارها وما هو الانسب والتاثيرات اللي احنا قاعد نشوفها على ابنائنا وبناتنا هلا هي بالاصل هي مستحضرات التجميل هي مستحضرات العنايه الخاصه بالبشره وهي بتضم yeah. طبعا الكريمات والمراهم الخاصه بالعنايه بالجلد الغسولات آه المساحيق كمان هي بتضم زيوت الاستحمام كمان في عنا المكياجات بتضم ادوات التجميل مع طلال الاظافر الصبغات نعم والشق الثاني من السؤال اللي هو وجود العوامل اللي على الابناء والبنات، وجود منصات التواصل، وجود نماذج بين اللي تكون تعطينا نصائح حقيقيه عام. نعم. بشكل عام نحن بنحذر انه استخدام مستحضرات التجميل او اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي لأن كثير نحن بتجينا على عيادات حالات من استخدام عشوائي لمستحضرات بس شايفينها على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا مثل ما عم تقولي المراهقين الصغار نعم. عم يجينا بحالات حساسيه وطفح واحيانا تاشير بالبشره نتيجة الاستخدام إلى بدون ما تكون مناسبة إلهم لهيك نحن دائما بنحذر أنه من استخدام كل شيء بيشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح واليوم حتى دكتورة لو نتطرق الموضوع التداخلات بين الكريمات والمواد الفعالة فأنا مرات لما أستخدم أمور ما يصلح أن أنا أخلطها مع بعض مثلا في مواد يصير بينهم تداخل وتضارب بسبب أن أنا شفتها خلينا نقول على وسائل التواصل الاجتماعي أوه. ما يناسبون مع بعض صح الحكي هلا هي البشرة حتى أنواع اللي بيناسب البشرة نعم. معينة ما بتناسب البشرة الثانية في حسب طبيعة البشرة حدا استخدام الروتين اليومي لأن نحن ما فينا نضيف أي شيء نزيده ما عم تقولي في عده مواد بتعطي تداخلات يعني بس مواد الكريمات الريتينويد مع المقشرات ما بيمشي حالة ابدا دكتورة. مع مواد الفواكه يعني في اطفال نفس الوقت حرفيا في اطفال يعني مراهقين في عمر صغير تسالك خلينا نقول عن ريتانول والريتانول احنا عارفين هو حق مضاد للتجاعيد مضاد للتجاعيد بنعطى بالاعمار الكبيره اللي يحفز كولاجين اكيد صح الحكي طيب لو احنا قاعد نتكلم عن اللجوء الى مثلا المستحضرات واللجوء الى مثلا دون استشاره اكيد طبيه حتى بعض الاحيان الخلطات الطبيعيه اللي يتم خلطها في المنزل على سبيل المثال بيقولوا احنا قاعد نعتمد على مثلا منتجات طبيعيه او منتجات تقليديه طب اكيد حتى هاي لها اثار سلبيه من ضمنها انت قلتي تجيكم حالات كثيره فيها تحسس فمدى خطوره استخدام حتى المنتجات الطبيعيه يعني احنا قاعد نخلط مثلا ما قاعده يعني انا قاعد اتكلم عن كميات موجوده في البيت ويتم استخدامها في اشياء احنا متعارف عليها انها سليمه ما لها اي اثار سلبيه ولكن بما انتم قلتوا خلط المواد احيانا حتى خلط المنتجات الطبيعيه في المنزل له اثار سلبيه هو صح الحكي في كثير شغلات طبيعيه سكرابات او هيك المرضى بيعملوها بالبيت هلا اللي متعود عليها لفتره طويله ممكن بس مثل ما عم تقولي انه استخدام كريمات مع سكرابات مع يعني بطرق غير مدروسه مم. هو اللي عم يسبب بالاخر التهيجات للبشره ممكن مكون واحد ما يسبب بس لما عم تتداخل عده مكونات مع بعض هي عم تسبب الحساسيه خصوصاً في حالات المرضية مثل حب الشباب ولا التصبغات ولا أي بدأ استشارة طبيب أو حساسية الجلد استشارة طبيب أنه يبتعدوا عن هاي المنتجات أو على نصائح الاخرين صحيح. احنا يمكن دكتوره اذا بنقول لك على سلسله الاستخدام المثلى للعنايه بالبشره يمكن اكيد اغلبيه المتابعين صاروا عارفينها نظرا للوعي اللي موجود بس بما احنا قاعد نتكلم اليوم في حلقتنا كذلك عن فتره الصيف واشعه الشمس خطوره اشعه الشمس كذلك على البشره وعدم اختيار واقي الشمس المناسب كذلك اول شيء خلال فتره الصيف في روتين لازم يستخدمه يستخدموه الكل انه م. نحن ننصح الترطيب بشكل يومي طبعا واستخدام كريمات فيها ترطيب تكون لطيفه في فتره الصيف لانه البشره بتفرز مواد دهنيه بسبب الحراره والرطوبه العاليه هلا استخدام واقي الشمس كمان هذا ضروري كثير خلال فتره الصيف طبعا بيعتمد اختيارنا نوع الشمس من بشره لبشره وحسب طبيعه عمل الشخص اللي بيشتغلوا جوا المباني ممكن آه، واقي شمس عامل حمايه 15 او اكثر، بس اللي بيشتغلوا لفترات طويله وبالخارج هدول بدهم عامل حمايه 30 او اكثر، طبعا كمان بتعتمد على نوع البشره، مثلا البشره الجافه بدها واقي شمس فيه مواد مرطبه، في حين انه البشره الدهنيه لازم يكون قوامه مائي خفيف، البشره الدهنيه اللي فيها حبوب ملتهبه لازم ما يكون سميك مشان ما يسد المسام ويسبب حبوب شباب زياده، مواد يعني يدخل بواقي الشمس شيء يخفف افراز الزهن. في حين انه البشره الحساسه دائما احنا بنفضل واقيات الشمس الفيزيائيه اللي هي ما تسبب حساسيه او تهيج للبشره مثلا البشرات اللي فيها تصبغات نحن بنفضل واقيات الشمس اللي فيها مثلا ماده الثياميدول اللي بتمنع افراز الميلانين فتره الصيف والسباحه مثلا اللي بيسبحوا بدون واقيات شمسيه مقاومه للماء لهيك البشره المختلطه لازم يكون في واقي شمس يعني يكون فيه نسبه الترطيب خفيفه ويمنع إفراز الزهم بشكل لطيف ليناسب هاي البشرة صحيح يعني حتى دكتوره لما نتكلم اليوم عن جفاف البشره، اليوم نقدر نقول الجفاف هو عدو البشره، مهما كان نوع بشرتكم لأن دائما لازم نستخدم نوع المرطب المناسب، لأن الدكتوره مرات يقول لك انا بشرتي دهنيه فلازم ما ارطبها، ولكن لازم نلجا حق مرطب في ماده تناسب هذا النوع من البشره. تماما يعني مثل الشمسيه حسب انواع، كمان المرطبات نفس الشيء، لا الترطيب هو ضروري لكل البشرات، ده. شو ما كان نوع أو طبعاً بيختلف نوع الكريمات الترطيب منها بتخفف إفراز الدهم. في حين البشرات الجافه كثير بدها مواد يكون فيها زيتيه اكثر ثانيا لت... آ... في شغله انه هي طبيعه البشره بتتغير مع العمر عند نفس الشخص م. حتى م. مع الفصل دكتوره <تصفيق> <تصفيق> مع بالعمر يعني. ايوه مع الفصول نفس الشيء مع العمر عند نفس الشخص مثلا كل ما كبر الواحد بزيد جفاف البشره بكل انتاج الكولاجين وحسب الفصول مثلا بصي... فصل الشتاء بصير عرضه للجفاف اكثر في حين فصل الصيف بزيد افراز الدهون من البشره لهيك بدنا شيء مناسب لفصل الصيف نعم دكتوره خوله يعطيك العافيه امانه لان انت اخذتينا في جوله حتى مع اشكال البشره وطريقه استخدام الواقي الشمس بما انت ذكرتي المرطبات مرطبات البشره في كثير من الاشخاص مثلا يفضلون يجيبون كريم كامل للوجه للرقبه لليد وهكذا ام ناس يتساءلون ان هل يفضل ان انا اجيب كريم مختلف للرقبه كريم مختلف للوجه كريم مختلف يعني يمكن الرقبه والوجه مرتبطين نقدر نقول بشكل اكبر مع بعض بعيدا عن مثلا اليد او اي شيء اخر فالسؤال هنا هل من الممكن استخدام المرطب للرقبه والوجه هذا كسؤال اخير هلا بشكل عام اذا مرطبات ما في مشكله ممكن استخدامها على الوجه وعلى الرقبه او الايدين يعني خصوصا مواد الوجه بتنحط على الرقبه والايدين بس منتجات ثانيه اذا كان فيها مواد كيميكال ولا تاشير ولا لا يلي على الايدين ما بيناسب الوجه وحتى يلي بالوجه ما بيناسب الرقبه لانه هي الرقبه حساسه اكثر لانه منطقه احتكاك نعم. حتى اكثر من أحنا الوجه بنكلم يمكن عن المرطبات العاديه المرطبات ل... ممكن ل... المرطبات نعم. ممكن استخدامها على الوجه وعلى الرقبه وعلى اليدين نفسها ما في شكل الدكتوره خوله حج اخصائيه امراض جلديه وتجميل شكرا لك وشكرا للمعلومات اللي انت قدمتيها يعني لهذا اليوم يا شكرا لك دكتوره ويعطيك العافيه الله يعافيك يا اذا حنين اليوم موضوع البشره لو نتكلم عنه وايد راح يطول حديثنا الصراحه لان موضوع الصراحه يهم كل حد يهتم بصحه جماله حتى الجمال الخارجي ودائما لازم بعد نهتم في الجمال الداخلي ايضا الجمال الداخلي والجمال الخارجي والصحه النفسيه ما نفس ما ذكرنا في بدايه الحلقه هي عباره عن امور مرتبطه مع بعضها البعض وتكلمنا وسالت سؤال للدكتوره خولة حول اشعه الشمس وفصل الصيف والواحد شلون يقدر يهتم بصحته ويهتم ببشرته كذلك طبعا اكيد كثير من الاشخاص حتى للاهتمام بصحتهم يمارسون الرياضه بشكل دام بشكل مستمر سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء في الاماكن الداخليه او الاماكن الخارجيه عندنا الحين نصائح لممارسه الرياضه في الاماكن الخارجيه تحديدا في فصل الصيف خلونا نشوف وراح نرجع لكم Thank you. مشاهدينا انتقالا من ممارسة الرياضة ننتقل معاكم لسلامتنا النفسية من الطبيعي مشاهدين أن بعض الأشخاص أو حتى أغلبنا يتعرض لعوامل وضغوط نفسية قد تؤدي إلى إصابته ببعض الحالات المزاجية والنفسية اللي تنعكس على سلوكياته ومشاعره واليوم في فقرتنا نتناول هذا الموضوع وعوامل تعزيز الصحة النفسية من خلال حديثنا مع الدكتورة نسمة نوار استشاري العلاج النفسي حياك الله معانا دكتورة مثل ما نعرف هذا الموضوع صراحة بالغ الأهمية خصوصا لما نتكلم عن الصحة النفسية، دائما نشوف صار عندنا خلينا نقول وعي أكبر في هذه الأيام عن أهمية الصحة النفسية، ولكن اليوم حابين نتكلم عن تأثيرها، شلون تأثيرها على سلوكياتي خلال اليوم، تعاملي مع الآخرين، فلو تكلمينا عنها بتفاصيل أكثر. أنا أولا سعيدة أن أنا موجودة معاكم كندا وحنين موضوع مهم وكعادة تلفزيون قطر دايما بيطرق على الموضوع المهم الصحة النفسية جزء مهم جدا وأصبح متداول وإحنا بنتكلم عنها الحين نفسيتي متأثرة ملاحظة أن أنا متغيرة وكذا وفعلا النقطة اللي قلتيها مهمة أن الصحة النفسية أنا أستدل عليها من نمط حياتي نعم. ألاحظ أن سلوكي تغير معت نفسي قبل او انه بقدر ان انا اعمل السلوكيات بشكل احسن او بتطور في وظيفتي لان صرت افهم نفسي احسن فاصبح الجانب النفسي والوقوف على معايير الصحه النفسيه جزء اساسي سواء من الناحيه الايجابيه او من الناحيه السلبيه. نعم، دكتوره نسمه يعني يمكن نقول الاهتمام الاساسي بالصحه النفسيه هو الاساس حتى من الناحيه الصحيه حتى وصولا الى حاله الفرد. كثير من الاشخاص يمكن يستهينون ان تاثير الحاله النفسيه يمكن باعتقادهم لعمر معين وانما حتى هو قد يؤثر حتى على الاطفال في اعمار صغيره. فاحنا نبي ناخذ هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه من المراحل الصغيره اللي هم الاطفال تحديدا. آه، كيف انا مثلا اعرف ان هذا الطفل يعاني من مشكله مثلا مم. نفسيه، كيف ان... يعني يمكن ككبير باستطاعته قادر على التعبير انه والله امر في مرحله اكتئاب، والله انا مش متقبل، والله انا مش صحيح. متحمل اللي هو الانعزال في بعض الاحيان، فاحنا بدايه لاولياء الامور اللي قاعد يتابعونا حاليا لا نستهين بموضوع الصحه النفسيه للاطفال، لانه قد يتعرضون الى ضغوطات من قبل أحياناً في المنزل أو حتى خارج المنزل أو حتى في المدارس في بعض الأحيان ولله الحمد إحنا في قطر قليل جداً نشوف هذه الحالات مم. وأكيد أنت دكتورة على إطلاع دائم بالحالات اللي قاعد تجيكم ولكن خلينا نبلش من البداية وكيف مم. إن إحنا نشوف إذا هذا الطفل يعاني من مشكلة معينة نفسية ما هي الأعراض ما هي العوامل نقطة جداً مهمة وك قلتيها من البداية مم. يعني لما بنوصل لمرحلة في الرشد بنقدر نقول أنا أشعر بكذا يعني. انا ملاحظ ان ادائي اختلف ما عدت استمتع بنفس الاشياء اللي كنت اسويها من قبل لكن الاطفال هي دي البدايه فعلا مم. لانه دايما الشخص ده بيكون عنده تاريخ من الاحباطات والضغوطات عدى بيها في حياته كمان ما قدرش يعبر عنها وما لقاش البيئه اللي تشجع ان احنا نعبر عن شيء بيثير قلقنا يعني تعرضت للتنمر فمش قادر اقول ان انا تعرضت للتنمر اشعر ان في شيء مختلف في شكلي وممكن يخليني اقل من الناس اللي في نفس عمري فاحس ان انا فقدت الثقه في شكلي فما اقدرش اقول ان انا حاسس ان انا مش حلو نعم. فبالتالي تظهر مجموعه من الافكار الشخص يكونها عن نفسه الاهل ما انتبهوا بيقولوا اطفال بيلعب طالما بيلعب وبيتحرك ما عندك مشكله صحيح. بس في مشكله انا محتاجه اشوف الطفل ده هل تغير هل كان على نمط واصبح على نمط هل كان سعيد واصبح يبدو انعزالي هل شفته بيبكي وما كانش في اسباب واضحه؟ بيشتكي كتير، فقد هل عنده شكاوى على جسمية؟ سبيل المثال؟ عدم تناول الاطعمه في بعض الاحيان؟ مراقبه عادات الطفل هي مفتاح التعرف على اي مشاكل جسميه او نفسيه. طيب شلون انا اعزز الصحه النفسيه لدى الطفل او حتى للاشخاص الكبار؟ طيب بالنسبه للاطفال الموضوع يعني بيكون اصعب شويه لان بحتاج ابسطه اكتر للطفل. وانا بعزز مفاهيم الطفل عن نفسه هو لسه بيبني مفاهيمه عن نفسه. وانا بعزز المفاهيم محتاج ان انا احط المفاهيم الايجابيه عن الذات <applause> يعني ابينه قد ايه انت مقبول في اسرتك صحيح. قد ايه احنا مقدرين الشيء انت قدرت تعمل الشيء هذا انت لوحدك فكرت فيها ازاي وابدا اخليه يعبر عن العمليات المعرفيه اللي عملها فبطور الطلاق من بدري الطفل يعرف يعبر هو <applause> فكر ازاي استخدم لغه سليمه بدا يفهم ان اهله مقدرين الشيء فيشعر انه انا اقدر انجز <تصفيق> <تصفيق> شيء فعنده كفاءه ينمو مفهوم فعاليه الذات فلما يكبر يجي يتعرض لموقف يشعر انه قادر على التعامل أكيد. ما هو احنا ليه بنوصل لمراحل بنشعر فيها ان الزوجه تبدا تشتكي انا ما اقدرش اغير حاجه في زوجي ما اقدرش اغير حاجه في حياتي هو ده كان ليه اساس ان انت ما حسيتيش في يوم من الايام انك عندك قدره على تغيير مفردات البيئه اللي حواليكي وتعززها اكيد اليوم دكتوره بعد ذكرتي المفردات اليوم لو نتكلم عن المسميات شلون بعض الاشخاص يطلقونها على انفسهم لمجرد شعوره بالحزن لانه مر باسباب تخليه يحزن في هذه الفتره فيطلق على نفسه الحكم يقول لك لا انا مكتئب انا ما ما عندي طعم في الحياه انا خلاص دخلت في حاله نفسيه مع انه في اسباب تخليه يوصل لهذه النتيجه، فدكتوره اليوم نبي نتكلم عن اطلاق الاحكام على الشخص نفسه، هو يطلق حق نفسه ويعطيه عذر حق نفسه للاخرين انه يا جماعه انا مكتئب وخلاص شخص نفسي بالاكتئاب. انا سعيده جدا بمستوى الحوار لان انتم بتحطوا ايديكم على مفاتيح مهمه، فكره ان انا بستخدم مفردات خاطئه للتعبير عن حالتي النفسيه ادي اول خطا يدمر الحاله النفسيه، نعم. ازاي؟ استخدم المشكله وصف المشكله على قد الموقف بمعنى لا تسعى للتعميمات المفرطه. أنا مكتئب من الموضوع الفلاني م -م. أنا حزنت من رد الشخص الفلاني أنا مش حزين مش كل حياتي انتهت مش كل الإجابات اللي في حياتي انتهت أنا حزين من الموضوع الفلاني المشكله دي بتزعجني مش انهارت منها نعم. فببالغ وبهول وبعمم أصبح مخي بيستقبل كلمات وتعميمات مطلقه فلما امشي اقول دي احكام ما بقاش موقف عارض وينتهي بانتهاء الموقف خلاص المشاعر بتاعته تروح لا تاني حاجه وانا بحط المشكله ضع معاها حل عبرت عن ضيقك انهي الحوار باني هعمل كذا علشان اقلل درجه الضيق اللي عندي مش ان انا عبرت ومشيت وبعدين رحت للشخص اللي بعده اكتريت نفس المشكله حكيت نفس الموضوع من اوله لاخره وعشت نفس مشاعره تاني فكاني بعاقب نفسي باني استمر في الشعور بنفس مشاعر الاسى وما احط لها حل هو بعيدا عن كل هذا دكتوره اللي 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 محافظ اكيد على صلاته وقراءه القران والتمسك هيه. بالدين هو اساس لكل العلاجات اللي احنا قاعد آه نشوفها ولا الحمد يعني مراحل الاكتئاب والاعراض اللي احنا قاعد نشوفها في المجتمعات الاسلاميه والمجتمعات العربيه والمجتمعات المحافظه قليله جدا ذلك لان احنا متوكلين أكيد على الله سبحانه وتعالى في امور حياتنا وعارفين ان القادم م. دائما آه واللي قاعد يصير هو خير من الله سبحانه آه وتعالى احنا قاعدين نقطة جدا حلوة فعلا الدراسات أثبتت أن التدين مرتبط بالحالة النفسية نعم. هى دي المعتقدات انت قلتي ايه التوكل التوكل هو اعتقاد إن أنا بعمل أسباب بس مش مش ماسك النتيجة نعم. فانا عادي متقبل اللي هيحصل هو اعتقاده بس منبعه فين الدين صحيح الجانب الروحاني جزء مهم جدا نعم. في الصحه النفسيه دكتوره اول شيء يعطيك العافيه لان ما شاء الله يمكن احنا كنا متناقشين على اسئله مختلفه ولكن الدكتوره <applause> قاعد نسالها اسئله كلش مختلفه عن اللي احنا اي شيء يخطر في بالنا قاعد صحيح. نسالها فشاكرين أحلى. أحلى. فحلو احيانا العفويه والعشوائيه صحيح. ودائما الشخص القادر على انه يبدع في عمله لو شنو تم طرح اي سؤال لا قادر على انه يجاوب ويفيد اكيد المجتمع ويفيد صحيح. الناس ويعطيك العافيه على كميه المعلومات والاهتمام بالجانب وبتخصصك اكيد لو صحيح. نتكلم احنا على اهتمام كذلك بعيد بعيدا عن الافراد واهتمامهم بمجالهم وكيف هم يبدعون ويقدمون كل معلومه يقدرون لها للاشخاص ويستفيدون من عندها القطاعات والجهات لها دور كبير لو نتكلم عن دور المدارس ما تكلمنا عن الاطفال بانها بي آه تخلق بيئه صحيه نفسيه لابنائنا اكيد الدور الرئيسي والاساسي من الاسره من الام ومن الاب لان انت ذكرتي نقطه مهمه أنت قاعده تعقبين علينا احنا راح نعقب عليك آه الكلمه تزرع وتكبر وتنمي من شخصيه وثقه الطفل، يعني حتى لو تعرض لاي عامل خارجي، خلاص في افكار مطبوعه، في افكار مزروعه من قبل اولياء الامور تكون بناءه وتكون ايجابيه وتزرع الثقه في نفسها، خلينا نتكلم عن دور المدارس تحديدا في خلق بيئه صحيه نفسيه لابنائنا. طيب. نبداها بالمراحل، نعم. المرحله الاولى اللي هي البوابه الاولى اللي بتستقبل الطفل، مرحله رياض الاطفال والمرحله الابتدائيه، جدا مهمه. لانها بتختبر عده اشياء بتختبر قدره الطفل عن... على انه يطلع بره الدايره الاولى دايره الامان اللي هي الاسره فانا بشوف قد ايه هل تعلقه بالاسره كان تعلق ايجابي ولا تعلق مرضي هل هيقدر يتجاوب مع مجموعات جديده يلا احنا علمناك شويه مهارات تحط في البيئه ابدا استخدم المهارات الصداقه هتبان في المدرسه دور المدرسه في تسهيل العمليه مهم جدا طريقه استقبال المدارس للطلاب في بدايه العام تقبل الاطفال والفترات الاولى من البكاء وبناء خبرات ايجابيه ان انا احسسك انه هتقدر تنجز في المكان ده وهتقدر تعمل اشياء ايجابيه ان انا اسهل ودي نظره المدرس جداً مهمه انه اعرف اعرف احكم على الطلاب واحط الطالب مين جنب الطالب مين الفروق الفرديه الطالب الاجتماعي الطالب القدراته عاليه الطالب القدراته منخفضه يتحدوا بعض فيبدا يظهر مزيج يساعد كل واحد كاني بعمل علاج غير مباشر صحيح كاني بقول لواحد البيئه علمتك ايه تعالى هكمله لك في المدرسه عندي صحيح وبناء قدرات جديده انا بساعدك تكتشف نفسك لما نلاقي الطلاب في المدرسه قدر ان هو يقف قدام مجموعه ويقدم عرض تقديمي انا هنا طورت مجال جديد الحين بنلاقي في المتطلبات الوظيفيه شيء بديهي ان انت تقدر تقف تعمل برزنتيشن صح؟ صحيح فيجي طفل بيقول لحظة أنا ما مش عارفة مش عارف أقف قدام إزاي الناس إزاي وأتكلم إزاي أقول إيه المدرسة كان هنا دور أكيد واليوم دكتورة ذكرتي دور المدرسة والصراحة ما شاء الله مدارسنا يعني ملمين بكل هذه الجوانب اللي ذكرتيها سواء الفروق الفردية حتى مدرساتنا نشوفهم هم شلون يهتمون كل طفل بقدراته ويبرزون هذه الأمور فيه. حاضر. اليوم دكتورة نهاية مقابلتنا حابين نستغل وجودك وتقدمين لنا كلمة أخيرة لمشاهدينا أكيد. حاضر، في نقطة مهمة واحنا بنعزز الصحة النفسية ثق ان اول شخص انت محتاج ترفق بيه وتكون رحيم بيه هو ذاتك. نعم. ما تبنيش النجاح على جلد الذات، ما تبنيش النجاح على النقد المستمر لذاتك، ولا مقارنه ذاتك بالاخرين. يعني انا اقارن نفسي الان بما ساكون عليه لاحقا، مع الرحمه بالذات، لانه كل ما كنت رحيم بذاتي كل ما ذاتي هتعطيني نتيجه افضل. تطوير المستمر جيد ولكن دون احتراق نفسي صحيح. انا مش بحارب انا بطور ذاتي والفرص هتيجي بالتبعيه بالتدريج الشيء المهم جدا انه اخلق دايره من العلاقات الاجتماعيه واسعى للضحك لان الضحك يعني بيساعد على افراز الدوبامين اللي بيحسن المزاج فلازم يبقى في علاقات اجتماعيه ما تروحش للعلاقات الاجتماعيه اللي انت قاعد فيها بتشتكي روح للناس اللي بيحسنوا مزاجك اللي يخليك تبتسم تطلع تقول انا غيرت جو فعلا نعم. الدكتوره نسمه نوار استشاري العلاج النفسي شكرا لك شكرا للمعلومات اللي قدمتيها احنا شوفي عندنا اسئله لج ان شاء الله في الحلقات القادمه من ضمنها شلون انا اقدر اعرف اتعامل مع الشخص اذا كان يعاني من مشاكل نفسيه لأنه يمكن نواجه أوه. كثير صحيح. من العوامل صحيح. وكثير صحيح من, من الاشخاص اللي يكونون يمكن مقربين من عندنا او حتى بنشوفهم ومحتاجين شنو هي الاجراءات شلون التعامل معاهم كل هذه الاسئله ان شاء الله في اللقاءات القادمه شكرا لك دكتوره ناخذ هذا الفاصل بعد راح نكمل التواصل Intro رجعنا لكم من جديد مشاهدينا لنتحدث الآن عن الجانب الرياضي يفضل العديد من الأشخاص ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لما لها تأثير إيجابي على المزاج إلا أن دخول فصل الصيف نقول وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة يجعل ممارسة الرياضة مهمة صعبة وشاقة بعض الشيء بسبب صعوبة التنفس مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ولمزيد من المعلومات حيال هذا الموضوع والطريقة المثلى نحن نمارس الرياضة في فصل الصيف معنا اليوم الكابتن محمد الأحرق مدرب رياضي وأخصائي تغذية حياك الله معنا كابتن أكيد الله يحييكم إن شاء الله وصبحكم الله بالخير وإن شاء الله تكون حلقة والمشاهدين جميعا نستفيد منها إن شاء الله أول شيء كابتن حياك الله واحنا دائما حريصين كل الحرص على انه يكون معنا قاده في مجالاتهم نستفيد اكيد من خبراتهم وما شاء الله في جانب التغذيه والجانب الرياضي والجانب النفسي كذلك وهم نفس الوقت نقدر نقول دائره مترابطه مع بعضها البعض او سلم او نقدر نقول مثلث مترابط مع بعضها البعض للحصول اكيد على نتائج ان شاء الله مرضيه بالنسبه للكابتن اللي يدرب وبالنسبه للشخص اللي حاب انه يتمرن إن يحصل على هذه النتائج المطلوبه يعني يمكن احنا سلطنا الضوء على الجانب الرياضي والجانب النفسي وتحدثنا عن كيفيه الاهتمام والعنايه بالبشره وكيفيه العنايه والاهتمام بالصحه النفسيه لان هي الاساس بان احنا ننتج ونشوف الناتج النهائي حتى ممارسه الرياضه اذا داخليا ونفسيا في هذه العزيمه وهذه الاراده رح يواجه صعوبات حتى لو كان وجود اكيد شخص مختص لكن اكيد وجود المختصين يساعدون بعمليه فهم الذات واكيد الوصول الى النتائج المرجوه، يمكن كثير من الاشخاص حابين يمارسون الرياضه في فصل الصيف وفي بعض الاشخاص يحطون يقول لك لا حار وما اقدر ويحط لك 100 يمكن عائق علشان انه يمارس الرياضه، دوله قطر اكيد وفرت مساحات رياضيه كبيره من خلال اكيد المنشات والاكاديميات الموجوده عندنا من وجود اكيد مختصين مثل حضرتك، بالاضافه الى التكييف والحدائق المتوفره عندنا فما عندكم اي عذر ولا عندكم اي عائق. طيب شنو الحين الاشياء اللي الواحد يقدر انه يسويها ليقي نفسه ويحمي نفسه ويمارس الرياضه في فصل الصيف بطريقه تكون امنه. لذاته. آه، الله يعطيكم العافيه. الشخصين اللي كانوا قبلي نعم. ذكروا عده نقاط والنقاط هذه اصلا الردي بتكون معانا نعم. يعني متصله فيها. آه، بالنسبه للناس اللي راح تتمرن في الصيف في عده نقاط لها، اول شيء آه، الفتره الصباحيه اذا بيتمرن بيكون يتمرن داخل الجيم او في البيت. نفس الشيء فتره العصر. الفتره بعد غروب الشمس هنا ما تفرق معه عادي، م. في ناس تقدر تتمرن برا في ناس تقدر تمرن الحين في الجيم، والحين بعد الدولة ما قصرت وفرت لنا حدائق في كل مكان وحدائق أيضاً مكيفة، زين، بالإضافة للناس اللي تقدر تتمرن في الكورنيش، فصارت الأمور جداً بسيطة، بس في الأول والأخير قبل ما أنا أبدأ التمرين، قبل ما أنا أمارس أي نشاط رياضي، لازم في أسس لازم الشخص يسويها. لا. أول شيء الملابس تكون خفيفة، ثاني شيء ما يلبس الملابس الثقيلة اللي نفس بعض الناس تلبس الجاكتات النايلون اللي يفكر أنه راح تنزل وزنه زيادة. ايضا لازم الحذاء، الحذاء لازم يكون حذاء مناسب، حذاء رياضي، ما يصير اني انا البس نعلات ولا في بعض الاحذيه اللي هي خاصه في المشي اللي هي حق المناسبات مش تمارين، <applause> فهذه كلها راح تاثر لان كل حذاء عن حذاء يفرق. فانت لما انا ابلش تمرين، ابلش حركه، زين، فيها عده نقاط ايضا، هل انا ابي انزل وزني؟ هل انا ابي صحة عامه؟ وفي ناس اصلا لا تبي تنزل وزنها ولا تبي تزيد وزنها ولا شيء مجرد انها تطلع تمشي لان المشي يخلي في راحه نفسيه للشخص نفسه يبعد عنه التوتر يبعد عنه الضغط النفسي اللي راح يواجهه لان ترى المشي جدا مفيد للشخص نفسه دك... كابتن لو نتكلم عن طريقة المشي الصحيحة لأن احنا دائما نسمع أن هذه الطريقة من المشي ممكن ما تنزل وزنك هذه طريقة المشي مرات نسمع أن هذه بس قاعد تغير فيها جو فأنا لو أمشي بطريقة نقول صحية رياضية شنو الطرق الصحيحة لهذه النوعية من المشي؟ والله المشكلة ما في مساحة ولا كان طبقت طبقت لعملي بالنسبة للمشي لازم الشخص لما يمشي يمشي المشي الصحيح المشي يعني يكون مشي سرعة أما الناس اللي تمشي نفس الحين لما الحين أنا أروح أتبضع أشتري من المول ولا شيء في ناس تمشي كذي وتوقف تمشي وتقعد تسولف لا هذا خطأ أنا الحين عندي هدف حتى في ناس تمشي في المجمعات صحيح. أنا الحين هدفي إني أمشي زين أنا في المول زين أمشي المشي السريع عشان أنزل أوكي لقيت حد سلم عليه وأروح أما أنا قاعد كل شيء أوقف هاي لا دقات القلب تنزل فكل ما كانت دقات القلب عاليه ومتوسطه على حسب كل شخص وعلى حسب عمره نعم. زين هني يبدا في حرق فالمشي السريع مش نفس الجري مو بنفس التمارين الهيت العاليه لا. فهي تفرق بس اهم شيء انها تكون في لمت عالي لا. للمشي كابتن احنا اثناء حديثك قاعد نشوف مجموعه من اللقطات انا كنت بقول لك شوف مين اللي لابس صح من اللي قاعد يمشي صح من اللي قاعد يركض صح <applause> بس احنا ما راح نقيم اكيد ولكن <applause> يعني ما شاء الله الوعي والثقافه اللي موجوده عندنا تخصيص يوم رياضي الاهتمام بالجانب الرياضي رؤيه دوله قطر قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن مخرجات على ارض الواقع اهتمام جدا كبير بممارسه الرياضه وان كان دال هذا دل على تحقيق رؤيه دوله قطر وقاعد نشوف من خلال هالمخرجات العظيمه والكبيره امانه كاس العالم احد اهم وابرز الاحداث اللي احنا شهدناها وشفناها وكنا فخورين بالمخرجات امانه بابنائنا وبناتنا على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد الطبي وعلى الصعيد التعليمي وعلى كافه الجوانب يمكن تذكرت نقطة كابتن محمد يفضل ممارسة يمكن الرياضة في المنزل في الفترة الصباحية طيب لو الإنسان حاب أن أنا أبي أمارس الرياضة خارج المنزل في الفترة الصباحية هل هناك أوقات معينة أو ساعات معينة مثلا يقول لك من الساعة 7 إلى الساعة 9 تقدر تمارس الرياضة من الساعة مثلا 7 إلى الساعة 10 مساء خارج المنزل في فترة الصيف تنصح تمارس الرياضة ولا أنت مثلا في وقت معين ولا حاليا لو بنتكلم عن الوقت الحالي نعم فترة الصباحية يعني من الفجر لين الساعة 12 ما في الا فتره الفجر فقط هي اللي اقدر امارسها لان بتكون اصلا الشمس يعني غ... يعني بتكون غايبه او في فتره الشروق فهني بيكون الجو شوي لطيف شرط انه ما يكون في غبار شرط انه ما يكون فيه رطوبه لان اذا الشخص عنده حساسيه ولا هي راح يعني تنعكس عليه عكسيا اما من فتره ال... لو نقول فرضا من الساعه 7 لين الساعه 5 5 5 المغرب هذا وقت جدا صعب بس الثلاث ايام الماضيه كانت الساعه 4 جدا جميله فما في مشكله فهي تفرق على حسب الجو برا، بس لو بنتكلم عن نسبه كبيره من الساعه 7 لين الساعه 5 جدا صعب إن الواحد نقطة جدا دي. مهمه كابتن إيه؟ محمد هي متابعه الحاله الصحيه للفرد كذلك اللي يعانون من ربو، اللي يعانون من مشاكل صحيه، دقات القلب، كل هذه الامور كذلك تحدد بعيدا اكيد عن حاله الطقس اللي تلعب دور كبير، الواحد لازم يتابع حاله الطقس على اساس يقدر يعرف متى يمارس الرياضه، طيب ما هي افضل النشاطات الرياضيه اللي تنصح انه يتم ممارستها في فتره الصيف؟ بالنسبه للنشاطات، جميع النشاطات ممتازه ما فيها اي مشكله مم. شرط على حسب الشخص نفسه هل هو في بدايته يكتفي في المشي يكتفي في السباحه ايضا لما نتكلم عن السباحه لازم نتكلم عن السباحه اللي هو المجهود العالي ما يصير اني انا اروح انا اقول والله قاعد اتمرن في المسبح او اني اسبح زين بس اروح مره مرتين واقعد وقت طويل فهني ما راح استفيد تمارين السباحه إيه؟ نعم لأن الاهميه من هذا كله اللي هو دقات القلب لما اشوف انا في الساعه دقات قلبي والله الحين عاليه الحين انا دقات قلبي الحين اللي هي الثبات اللي هي 74 و... سبع و... اللي هي العاديه ما فيها اللي هو الركود بس كل ما زادت كل ما زاد الحرق في جسم الانسان وايضا السباحه للناس اللي أوزانهم جدا عاليه ممتازه آه ليش لان يبدا يتحرك فيها مفاصله يبدا يتحرك فيها جسمه في الضغط حتى على الضغط على على المفاصل ضغط على الرجل نفس الناس اللي يبدأوا تمرين خاصه المساكين الناس اللي هم اوزانهم جدا عاليه نتكلم نعم. عن الناس 150 60 في لهم اللي هو تمارين بالعلاج المائي هذا جدا بعد يعني مفيد لهم فالدوله وفرت جميع الاشياء اللي الشخص انه ينزل وزنه صحيح. لكن يرجع في الاول والاخير الباقي على الشخص نفسه وعلى التزامه وعلى صبره ولا يستعجل النتائج اللي يبيها كانت في نزول الوزن او كانت في الصحه العامه وكونك مدرب كذلك على موضوع التغذيه موضوع جدا مهم م. لان انت ما تقدر تمارس الرياضه دون الاهتمام بالجانب الغذائي وكونك أه. ان انت مختص بالتغذيه والتدريب والصحه النفسيه التغذيه من 75 ل 80% هذا شيء يعني اساسي في ناس تقول لك والله انا اتمرن ثلاث ساعات يعطيك العافيه ممتاز بس شنو بستفيد منها اذا كانت تغذيتي سيئه فهني هي تكون نسبه وتناسب بين الجانب الغذائي والجانب الرياضي والجانب النفسي اللي مثل ما انا اسميه عندي اللي هو مثلث النجاح، لان كلها مربوطه في بعض، فما يصير انا اتمرن تغذيتي سيئه، زين؟ فما راح يكون في نزول وزن، لما نتكلم عن نزول وزن اللي هو الشريحه الكبيره، ما يصير انه انا تغذيتي 100% ممتازه وما في حركه، راح يكون في نزول في الوزن بس راح يكون بعدين ايش؟ ستوب بلوك في الجسم، ما راح يكون في نزول، وايضا يعني مثل انا ماشي في التغذيه السليمه، ماشي في تدريبات رياضيه سليمه، لكن انا طول الوقت متوتر طول الوقت سهران طول الوقت عايش في سترس واني بفشل ما لا هني ما استفدت شيء فلما تكتمل الاضلاع الثلاثه صدقوني الشخص 100% راح ينجح حتى لو سقط مرة مرتين بس راح يرجع يستمر أكيد كابتن اليوم نقول هو أسلوب حياة متكامل ابتداء من الصحة النفسية ابتداء من التغذية وحتى ممارسة الرياضة اليوم في بعد عندنا لغط شنو أهم الأغذية اللي احنا ممكن نتناولها قبل التمرين عشان تعطينا الطاقة الكاملة والوافية ان إحنا نسوي مثل هذه التمارين يعني تفرق من شخص لشخص يعني مثل اللي هو جهده عالي وزنه مناسب يقدر ياخذ له وجبه قبل قبل التمرين يعني مثل اللي هي فواكه اللي هي الاشياء اللي هي مثل فواكه مجففه ايضا العصائر هذه بتعطيه طاقه اما شخص فرضا وزنه زايد هو اصلا بينزل سعرات الحراريه فلازم يكون في تقسيم يعني في ناس الحين انا ما اعطيهم وجبه قبل التمرين لانه اصلا اوريدي قاعد ياخذ ثلاث وجبات فهني تفرق في ناس لا والله تمرينه عنده عالي فانا اعطيه خمس في قبل التمرين في بعد التمرين فتفرق احنا قاعدين نشوف بعد التركيز ايه؟ على البروتين بشكل كبير انه لازم تاخذ الكميه الكافيه من البروتين، هل هو يناسب حق كل الحالات وكل الاشخاص اللي حابين سواء اليوم في اشخاص يبنون عضل، في اشخاص نزول وزن، فلو نتكلم عن هذه الناحيه بعد والله بالنسبه للمكملات في ناس اكيد يعني تزعل من الكلام اللي راح اقوله. مكملات هي مجرد مكمل، ترى هي مو بشرط أساساً اني انا اخذها ولا هي اجباريه ولا هي مهمه اني انا اخذها. هي مهمه في شيء واحد اذا انا ما اقدر اكمل احتياجي هني اخذها ان الناس الحين تدش الجيم لازم بروتين لازم اخذ سبلمنت لازم 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 واخذ اشياء كثيره زين. هاي ترى كلها مواد حافظه كلها صحيح. انا بدخلها في جسمي نعم وين التنقيه وين هذه كابتن محمد إيه؟ مو بس هذا الهم من هذا كله ان الرجوع الى المختصين قبل اي تناول اي شيء وضع خطه ووضع جدول الكابتن محمد الاحرق مدرب رياضي واخصائي تغذيه شكراً لك. شكرا لك شكرا للمعلومات اللي قدمتها لهذا اليوم يعطيك الف عافيه واحنا فخورين بوجود اكيد مبدعين ومتميزين في جوانب عديده ومجالات كثيره من ناحيه الصحه والثقافه والرياضه شكرا لك شكرا, شكراً إن لك ان شاء الله والله ان شاء الله اذا مشاهدينا نكون شديد وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم كانت متنوعه غنيه ومتكامله بالعديد من المواضيع نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد مع زميلاتنا من جديد مع السلامه